السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنتكلم فيها عن باقي الاندية المصرية وهنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نروح على طول للعناوين ومنها الى التفاصيل. مؤجلات الاهلي رسميا، خناقة امام عاشور وجمهور الاهلي بالفيديو، صلاح محسن تكسير اعلانات استاد القاهره، فرحه ميدو وشبيه عمرو زكي خليفه مودست، واحمد سعيد ينتقد الخطيب. نروح على طول لاخبارنا من النادي الاهلي ورابطه الانديه المحترفه. عامر حسين من غير حج بيعلن عن مواعيد مؤجلات النادي الاهلي قبل التوقف الدولي والاجنده الدوليه اللي هيكون فيها مباراتين لمنتخب مصر امام جيبوتي وسيراليون في تصفيات كاس العالم 2026 في الولايات المتحده الامريكيه. اتحاد الكوره، رابطه الانديه المحترفه بتعلن رسميا عن مؤجلات الاهلي الجوله الثانيه. مؤجله الجوله الثانيه للنادي الاهلي مباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا تم تحديد يوم الاربعاء 8 نوفمبر على استاد المقاولون العرب في تمام الساعه 4 مساء. معرفش ليه مش على استاد القاهره، هنشوف ايه السبب. كمان مباراة الاهلي التانية يوم 11 نوفمبر يوم السبت هتكون امام نادي الجونة الساعة 5 مساء على ملعب الجونة. ده المباراتين اللي تم تحديدهم. المباراة التالتة مباراة بلدية المحلة هيتم تحديدها في موعد لاحق. بكده النادي الاهلي، خلي بالك في التواريخ، الاهلي لعب يوم 20 في تنزانيا، قبلها سفر 10 ساعات من تنزانيا للقاهرة 10 ساعات، يوم 21 خد راحة، اتدرب 22 23 ولعب 24 قدام سيمبا التنزاني في استاد القاهرة، يعني 3 أيام بس. ثم سفر إلى سان داونز ولعب مباراة يوم 29، يعني 4 أيام بعد 14 ساعة سفر، ثم العودة 14 ساعة سفر وتاخد يوم راحة بس وتلعب قدام ماميلودي سان داونز. أربع ماتشات ضرب نار في فترة زمنية قصيرة جدا، ووقع منك لعيبة مصابة كتيرة جدا. النادي الأهلي بكده يا جماعة هيلعب ثلاث ماتشات في ظرف لا يتجاوز 8 أيام. الأهلي هيلعب يوم 4 قدام المقاولين العرب، ثم 8 قدام سيراميكا، ثم 11 قدام الجونة. 8 ايام، والله يمكن اقل، 9 ايام يا 8 ايام، وفي سفر لسه الجونة كمان. احنا لو بنلعب بآلات من حديد مش هيبقى بالشكل ده، مش هيبقى بالشكل ده. وانا ما اقدرش الوم على اتحاد الكوره ولا رابطه الانديه المحترفه، ولكن مواعيد متداخله جدا كان الله في عون لاعبي النادي الاهلي اللي مطالبين بالفوز ولا غير الفوز. جمهور الاهلي مش هينسى بسهوله اللي حصل في الدوري الافريقي. جمهور الاهلي مش حمل تعثر جديد في الدوري. انت معاك منافس فنيا عالي جدا، نادي بيراميدز هو المنافس بتاعك، ما ضاعش منه غير نقطتين بس. فما ينفعش بأي حال من الأحوال إنك تفوت نقاط أو يقع منك أي نقاط. السنة اللي فاتت يا جماعة الأهلي كان من غير مهاجم، وكان التوفيق دايما حليف النادي الأهلي. في أغلب الماتشات كان التوفيق بيبقى معانا، وكسبنا 5 بطولات السنة دي وخسرنا السادسة، وهقول لك السادسة خسرناها ازاي. السنة دي الأهلي برضو ما زال من غير مهاجم، ولكن لو لاحظت التوفيق بعيد 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 جدا عننا. الحظ بيدينا ظهره في أوقات صعبة جدا، التوفيق بيعاند معانا. ده ضاع مننا وخسرنا بطولتين في شهر ونص. تفتكروا ايه السبب؟ تفتكروا مين اللي اتظلم؟ ما هو الترتيبات دي ترتيبات ربنا.
الحاجات دي بتاعت ربنا. فرقة فيها عدالة وإنصاف بين الجميع تمشي على المية، تمشي على المية وتكسب، والكرة تخبط وتخش وتكسب. مش بقول إنك بتكسب كل ماتشاتك بالحظ، لكن وقت ما بتحتاج الحظ بتلاقيه. فرقة فيها ظلم في الاختيارات أو عدم عدالة أو عدم إنصاف، ربك بيعاقبك. فيا ترى يا هل ترى مين اتظلم في بداية الموسم ده عشان كده احنا خسرنا بطولتين في اقل من شهر او شهر ونص؟ ميدو بيهاجم مسؤولي النادي الاهلي ليه يا جماعة؟ طبعا ميدو انتوا عارفين التناقضات بتاعت ميدو. ميدو كل حاجة وعكسها، ميدو ميكس كل حاجة والعكس، ما يفتح النار عليه وما يهاجم عليه النادي الاهلي تجده في نادي الزمالك، ناديه اللي بينتمي اليه، بيتباهى بيه وبيتنطط وبيزيد بيه. ميدو شايف ان مسؤولي النادي الاهلي اخفقه، وان لازم اللي جاب موديست هو اللي يدفع الفلوس بتاعته. جميل جدا، انا اتفق جدا. ميدو شايف ان موديست بياخد ربع ميزانية المرتبات في النادي الاهلي. كي انا مش هقولك انك كذاب، ولا هقولك انك بتقول اي كلام والسلام، لا اوكي، لكن عايز اقول لميدو، كنت فين من سامسون كوكاكولا؟ كنت فين؟ كنت فين من نادي الزمالك والزمالك كل موسم بيشتري شروة لعيبة، ويجي الموسم اللي بعده يمشي شروة اللعيبة ويرجع يشتري شروة لعيبة؟ كنت فين ودونجا كان بياخد في بيراميدز مبلغ جه خد اضعافه في نادي الزمالك؟ كنت فين والمرتبات وسقف الرواتب اللي في نادي الزمالك على البحري؟ كنت فين؟ كنت فين والولد اللي اسمه السنغال ابراهيم انداي جايبينه من ناديه بمليون و800 الف دولار وهو كان ماشي كده كده وبياخد راتب كبير في نادي الزمالك؟ كنت فين وسامسون كوكاكولا بيدفع فيه اربع اضعاف قيمته الحقيقيه؟ كنت فين؟ كنت فين وخالد بوطيب لاول مره في تاريخه بيدفع فيه مليون ونص مليون دولار؟ كنت فين؟ يا ترى يا هل ترى، ده سؤال عايزين اجابه من عليه. يا ترى يا هل ترى ميدو طلب من حد يحاسبه اللي بيتعاقدوا مع صفقات الزمالك الفنكوش؟ قولا واحدا، ولا يجرؤ. انت بتقول ايه يا جدع انت؟ ولا يجرؤ، ده بالعكس، ده كان بيطلع يطبل للي كان بيجيب اللعيبة دي، وكان بيقول عليه رئيس تاريخي للنادي، وان لولاه النادي كان غرق في بركة مية. لكن عشان مشي، طويل العمر يطول عمره ويزهزه عصره وينتصره على مين يعدي هاي هي، قلبنا على هاي هي تاني، قلبنا على هاي هي تاني. المصلحة والسبوبة خلصت، المصلحة والسبوبة خلصت. عايز اوصل رسالة للاعيبة النادي الاهلي، مش كلهم، بعضهم. في بعض اللعيبة يا جماعة بيبقى في الملعب خايف يعرق، بيبقى في الملعب خايف يعرق، بيبقى في الملعب مش عايز يجري عشان ما ينهكش. في لعيبة كده، في لعيبة ما بتهنش نفسها بلغة الكورة. يعني في لعيبة ممكن تسف النجيلة وتحط دماغها مكان ما انت هتشوط الكرة يحط لك دماغه عشان ما تجيبش جون. وفي لعيبة يخاف يضرب سبرنت يلحق الكرة فالشراب يجي عليه شوية تينة او شوية مية مش لطيفة يعني، او يوسخ الشورت الابيض بحاجة تينة يبقى شكله وحش والصورة ما تبقاش حلوة. من نوعية اللعيبة دول صلاح محسن. صلاح محسن بعد الماتش عايز يوري الجمهور انه متعصب ومتنرفز وزعلان عشان ما صعدناش، رايح يكسر في الاعلانات بتاعه استاد القاهره. كسبنا ايه؟ انا كجمهور استفدت ايه؟ هل كده انت طلعت الجرينتا؟ انت كده عندك حماس وعندك روح رهيبه؟ فين يا بيه؟ الحماس والروح دي مش كلمه بتتقال، الرجوله بتظهر في الملعب وقت ما بحتاج لك، لكن ما تظهرش
انك تروح تتخانق مع اللاعب في النادي المنافس، او تروح تكسر اعلانات، او تكسر كراسي، او تكسر وترمي في ازايز، دي مش رجولة، ده بالعكس. انت النهاردة استاد القاهرة، التلفيات اللي انت عملتها دي هتتحسب على النادي الاهلي، هتتحسب على النادي الاهلي. عشان كده بقول لكابتن خالد بيبو عاقب صلاح محسن، لان الاهلي هيجي عليه 200 300 الف جنيه بسبب الواقعه دي. فالمطلوب ان صلاح محسن هو اللي يحاسب على الفاتوره، مش انا كنادي اهلي. صلاح محسن كنت اتمنى انه يعرق بس في ماتش الذهاب او ماتش الاياب، او يعمل اي حاجه في اي حاجه، يعني حسسني بوجودك، حسسني بمجهودك، حسسني باي حاجه. يا جدع يا جدع يا جدع ما تنقطنيش. عايز اقول حاجه مهمه جدا، امام عاشور امبارح طالع من الملعب، اتنين في الملعب امبارح لعبوا رجاله برجوله قوي، اتنين في الملعب كانوا دايسين على نفسهم قوي، ولو كانوا بادئين ماتش الذهاب كان هيفرقوا بشكل كبير، وبالذات امام عاشور لو كان في الفورمه بتاعته كمان امبارح كان ادى الاهل اكتر من كده. امام عاشور وهو طالع في ناس طبعا عمالين يحدفوا ازايز على اللعيبه وغضبانين وزعلانين، الا امام عاشور الجمهور كان بيقول له انت اللي فيهم يا امام وانت راجل يا امام. فجمهور نادي منافس ياخد الفيديو، ياخد الفيديو ويقول لك امام عاشور بيشتم الجمهور، وامام عاشور بيتخانق مع جمهور النادي الاهلي. انا هوريك الفيديو، عشان بس تعرف ان احنا بنتعامل مع عالم حقيرة. بصوا يا جماعة اهو، سامعين؟ اهو الواد بيقول له راجل يا مان. ولا امام تلفظ ولا قال كلمة، ولا امام تبصوا امام اهو، ولا امام تلفظ ولا قال نص كلمة. لكن بنتعامل مع اشخاص وسخة، اشخاص قذرة. ده يا جماعة عشان بس أنا حبيت أوريكوا الخناقة بتاعت إمام عاشور. شفتوا إمام عاشور وهو بيشتم جمهور الأهلي؟ شفتوا إمام عاشور وهو بيشتم جمهور الأهلي؟ شفتوا إمام عاشور وهو بيتلفظ ضد جمهور النادي الأهلي؟ ما فتحش بقه، ما فتحش بقه، والجمهور كمان ما راحش ناحيته ولا عمل حاجة ضد إمام عاشور. الأستاذ أحمد سعيد الإعلامي الكبير والأهلاوي الجميل، يعني منتقدا للأب الأهلاوي الكابتن محمود الخطيب. طبعا الخطيب لما بيعمل حاجة يعني احنا ما بنصدق نشوف أي حاجة من ريحة الكابتن، بنحبه يعني، احنا بنحبه حتى واحنا بنخسر برضه بنحبه، ويمكن زعلنا على النادي الأهلي لأننا بنحب النادي الأهلي وكمان عايزين الخطيب ينجح أكتر وأكتر. احمد سعيد وجه رساله للكابتن محمود الخطيب، قال له مرتضى بس هو اللي كان بيعمل تغييرات في الجهاز الفني وهو كسبان، عشان الناس تنسب النجاح، تسيب النجاح وتتكلم عن مرتضى. الخطيب تدخل في الجهاز ومشى انجح مدير كوره في تاريخ الاهلي، وجهاز طبي من افضل الاجهزه اللي جت في الاهلي في الفتره الاخيره. مشيت مدير كوره حافظ تاريخ كل لاعب وجهاز وإدارة وحكم ونادي في الكرة الأفريقية في واحدة من أندى المواقف يذكرها التاريخ. مرتضى بس اللي كان بيروح يجيب مهاجم عجيب بعقود ومبالغ غريبة ومحدش فاهم مين ده وجي ازاي وبيلعب كورة ليه أصلا، مين اللي رشح مودست وجابه ليه. مرتضى بس هو اللي كان معاه هزازين في القناة يدافعوا عن صفقاته المضروبة ويقول له صفقات تاريخية يا ريس، ولو ما جبتش بيطلعوا يهاجموا الجمهور زي الحاج عدل القيعي، ويقول الأهلي مش محتاج صفقات ويعدلنا المصابين اللي راجعين على إنهم صفقات. صلح غلطاتك يا كابتن والنبي، وغير لجنة الكورة ورجع سيد، وهات اتنين مهاجمين زي الناس، واحد فوق السن وواحد تحت السن، وما توجعوش دماغنا بالخمس بطولات، عشان جمهور الأهلي عارف إن أفريقيا جت بتوفيق من الله وحده. ده كلام الإعلامي الأهلاوي المحترم أحمد سعيد، واللي بين قوسين
بيحترم ويقدر الكابتن محمود الخطيب. شكرا ليك.